شو رايكم ناخذ معنا عوامي على البيت؟ ايه مراد كثير بيحبها، كريم كمان بيحبها. من فضلك اخي دوريني زلي كيفين عوامي على جنب. تكرم عيونك. لساته ما رجع، قصدي على كريم لسه ما رجع. قولي لي بالله لوين عم بيروح كل يوم؟ شو بيعرفني؟ ما عم يقلي عن جد طنجره ولقيت غطاها، اثنيناتهم دم بارد. لك حتى الك ما عم بيقلي كمان؟ شو صار مشان شغله؟ ما بعرف، قلت لك ما عم يحكي لي شيء. ولأنت رح يضل بلا شغل يا بعدي؟ ما بصير هيك، لازم يلاقي له شي شغله. يا اما بيشتغل لحاله يا اما يشتغل عند حدا. ايه ما بيمشي الحال هيك، صار عنده بيت ومرا ومسؤوليات. هلا يلا خلونا نقوم. ماشي. ليكي صايرة صحبة كتير انت وياها، شو قصتكم؟ الله يعطينا خيركم. شكرا لك. والعافية. شكلك بدك تصاحبيها لمريم مشان توصلي لكريم، ما؟ والله ما انا قليلة يا درسانة، ها؟ مشي الحال. يلا. ليكو اجا حضرتو. دير بالك الزلمة مدعوم. سيدي صرنا بنعرف منيح مين بيكون. بلا حكي فاضي. ما بدنا مشاكل مشان الله. شو اخبارك مصطفى؟ منيح. خلصوا وراءك؟ ايه اخي. لك الجواز. ايه كثير منيح. معناتها ما ضل قدامي غير الفيزا. بدك تطلع على الادارة؟ ان شاء الله. يلا روح وخذ لهم جواز السفر معك، سلمهم اياه هنيك، هن بيساووا لك الفيزا تبعك. يعني ما لازم انا اروح طالع الفيزا؟ لا، في موظفين خصوصي بالشركة لهالشغلة، أنت ماشي. لا تاكل هم. كثير منيح. شو بنا مصطفى؟ نسالي اياه. بعدين الزلمة اعتذر منا. حاجة بقى نسالي هالموضوع. أنتوا زملاء يا مصطفى، رح تكونوا بوش بعضكم هون. وبيجوز تطلعوا شي سفرية سوا، فما بدي مشاكل. بعدين المعلمية ما بيحبوا هيك قصص. أنا فركت له إذنه وقتها، والزلمة ما بيعرف شي، سمع الحكي وحب يتأكد بس، وعدني ما حيفتح الموضوع. أنت اطمن، اللي بيدق الباب بيسمع الجواب. تركهم هدول حكيهم فاضي، دير بالك أنت على شغلك. يلا روح خذ ورقك للإدارة، شوف إذا في شي ناقص لسه. يلا لا تضيع وقتك. ماشي، يعطيك العافية. عن جد انتو كتير محظوظين، ها؟ لازم كانت تبوسوا ايدكن وش وقفة. تعبنا كتير مشان نطالعكن، وما قصرنا معكن بشي ابدا. ايه، وخاصة رشاد رجدان قتل حاله من شاننا. شوف يا ابني، لا تكون ناكر للجميل، لو كان حدا غيره بجوز كان طردك من كل الشركة وزدتك بالطريق كمان. هو ايه اللي قالك على هالشي؟ بكفي سكوت بقى، قلك عين تحكي كمان. وانت التاني، نحن عم نتناقش بموضوع كتير جدي وانت قاعد عم توزع ابتسامات، مفروض تزوق على حالك بقى. ما عم بتبسم عليكم على شي تاني. نحن تركنا كل شغلنا وقعدنا ننظف من وراكم، حطوا عقلكم براسكم بقى، لانه المرة الجاية ما رح تلاقوا حدا يركض من شانكم، ولا حتى انا ما رح اتحرك خطوة. ما في اي حدا رح يسأل عنكم، الكل رح يسدكم ويتبرى منكم. لا تاكل هم، اصلا ما رح تصح له هيك فرصة تانية لعمي. ما تعلمتوا شي من فوتتكم على الحبس هالكم يوم؟ ما ربوكم؟ ها؟ بس كنا مخنوقين وما عم نقدر نتنفس. هديك كانت النصارى، لسه ما شفتوا شي، السجن الحقيقي على اضرب، شو مفكرين؟ بس كانت مثل جهنم. ليككن شفتوا وصرتوا تعرفوا؟ اذا ما تعلمتوا من هالتجربة ما بتتعلموا بحياتكن. حاجة استاذ منير بكفي، انت بتنصح وابي بينصح، بكفي يا حاجة تبهدلونا. عم احكي لمصلحتكن يا اغبياء، عم احكي كرمال ما تعيدوها، مشان ما تتورطوا بشي مشكلة كبيرة مرة تانية ساعدت تصطفلوا. والله انا اكتفيت من هالتجربة، ما بدي اعيدها. ها هيك بدي اياكن، اذا استفدتوا من كل هالشي اللي صار معكن رح تستفيدوا كتير بالمستقبل صدقوني. لك انتو ما انكن ناس عاديين، ما انكن مثل بقية العالم هون. مثلا انت واحد من مدراء شركة كبيرة كتير ومعروفة، وانت رح تصير طالب بكامبريدج هالسنة. انسالي قصة كامبريدج، خلص التسجيل وما عاد فيني سجل هاي السنة. بابا عم يحاول بس ما بظن تزبط. ايه وشو رح تعمل اذا ما طلعت على انجلترا؟ انا بتسافر وبنخلص من اكتئابك. انا لازم اطلع على المحكمة هلا، يلا انتوا روحوا كمان. انا رايح على البيت. سمعت انه بلقيس استقالت. مزبوط. طيب عرفت شو سبب استقالتها؟ والله ما بعرف، هي ما قالت لي وانا ما سألتها.
ويا ترى جبتوا حدا بدالها؟ لا، بس يرجع رشاد بيعين غيره. لا تنسوا شو قلت لكم، اصحكم تتصرفوا بطيشها. كبروا عالكم كبروه. مصطفى؟ مرحبا. اهلين ابني، شو اخبارك؟ منيح. الجواز جاهز. بالله حلو كتير، يعني مشي حالك ما هيك؟ لا لسه بدي اخذ اوراقي لشؤون العمال مشان الفيزا، يعني ما ضل قدامي غير الفيزا. يلا شباب اسبقوني انتو. حبيت الشغل؟ الحمد لله. ما بعرف منين طلعوا لنا بهذا. ليش لحتى يجيبوا على الشركة؟ الله يلعنه. أمنوا لك مكان تنام فيه؟ هي والله عم نام مع بقية العمال. وشو شان المصاري؟ أعطوني سلفة. إيه حلو، يعني كل شيء ماشي تمام. أول ما بتطلع الفيزا رح سافر فورا على روسيا. ماشي، أي شيء بتحتاجه هون بتخبر إسماعيل وهو بيخبرني. ماشي؟ كتر خيرك. لا تستحي مني؟ يلا الله يعطيك العافية، روح. الله يعافيك.